ما بين لحظات غياب وبين لحظات عناق، يا حظي تكفى دخلك فرحتي تمها. من عادة الناس دايم يكرهون الفراق، عسى اللقاء يا جماعة الأحباب والإمة. ضاق الفضاء يا كفوف الوصل والصدر ضاق، وأنا بروق الوصال تلني يمها. أما يحصل اللي قال لي يذبح الاشتياق، ولا الليالي ما بين لحظات غياب. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جمهورنا العزيز، جمهور كيان الواقع، الجمهور الغني عن التعريف. مرحبا بكم في آخر محطات الوداع، وصلنا معكم وبدعمكم إلى ختام فقرة الحصانة. الأيام مشت بسرعة، كنا أمس بأول حلقة واليوم بآخر حلقة. أتمنى أنكم كنتم مستمتعين وأن جميع ما قدمنا نال على رضاكم. إن شاء الله نشوفكم في برامج القادمة بإذن الله. والله على ما قال إني بشتاق للشباب، والله على ما قال فراقهم صعب شوي، لكن هذه الحياة وهذه البرامج كلها. مسيكم بالخير يا شباب، يلا حيهم، نروح الهنقر. يلا بسم الله، يلا يلا يا شباب. ارحب الله يرجعكم متردين الا اليوم. ليه كلكم يعني انا وسع تردين؟ يلا حيا، يلا مرحبا، يلا حيا. ارحب، هلا هلا هلا، مساك الله بالخير. طال عمرك، شلونك؟ شلونك؟ مرحبا، ما يسلم، شلونك؟ مساك طيب، مساك طيب. الله حي، مرحبا، الله حي، مرحبا يا خالد، احبوا يا مرحبا ثانيه، يا مرحبا، يا هلا. ارحب، هلا هلا الشيخ، شكرا، شكرا، مساك طيب الشيخ. هلا حبيب ابو فهد، الله يبقيك. يلا حيه، ساك طيب، يلا حيه، سمورك زينة، حلومك، يلا حيه. انا بجيب لك ثلج عشان اسوي لك احلى سبانيش. يا حبيب، لا لا، ابي قهوه سوداء. فتاح كيف الحال؟ شلونك؟ ساك طيب، ساك بخير، كيف الحال؟ في سكست يا من الشحم يا حبيبي، هذا خليك حبيبي. يتميز بالمواهب ويتحدى في المصاعب، يطمح الأعلى.
دائما ذكرك كان افضل. بسم الله عليك. مرحبا عط عطنا إشارة. روح لا لا خلاص وقت. الله يمسيكم بالخير ويلا حيهم يا مرحبا بكم وسهلا. بعد فاصل بسيط والله يحييكم. الليلة آخر برايم. أنا الليلة مستمتع جدا عشان شخصين. مرتاح الأخ خالد الروقي والأخ سلطان السمين. ممكن أسألكم سؤال؟ كيف الشعور؟ الشعور والله بصراحة صدمة لي أنا وخالد. طيب أنا أول مرة أدخل أوتسايد. خالد ثاني مرة. طيب مع أن خالد احترامي لنفسي وللجميع هو اللي أول واحد يطلع بس المفروض بس كيف الشعور بس عادة الإدارة لهم وجهة نظر وهم أبخص بس عادة انصدمنا صراحة. بس كيف الشعور؟ الشعور والله صراحة أنا ما أدري شلون تحمل 12 أسبوع أوتسايد صراحة يعني ما أدري شلون معك من أول مالك ابراهيم ما انت ولا بالنسبه لي انا لا لا انت شفتك انا شفتك كم شوار دقيقه عيال ماني واثق اني اكون مشوار الاسبوع اللي راح كله انا واثق اني اكون مشوار متاكد 200% سبحان الله وثقت وما ادري ايش صار يمكن انت يمكن انت سلطان اسمي ما عندكم شلات يعني ما سويتوا شلات يعني ما صوتي ما جازي لا والله سوي لا والله سوينا كل شيء لكن كم ما عندكم شلات عاجز صدق هالشلات ايه الناس اللي سووا شلات ايه لا اله الا الله ما تدري من باقي في واحد ما سوى شله محمد عيسى انا بهدي له اهداء محمد عيسى يستاهل بسوي له اهداء شله الله لا يهينك يا عفان ابشر كلماتي وادائك اي خلاص انت عندك شله وفي حان عنده شله ونواف منصور وعادل ومناحي وباقي من لا بعضهم ما اعلن ترى بالله نشوف يتخلص بكره ولا بعد ولا اه والله اللي يسمع يقول ذا الصياد عنده منقيه الله لا والله ابو عيسى ذكرني اشيل لك شله ها باقي انت ابو عيسى لازم الشباب ما شاء الله خذوها مبادره ما شاء الله تبارك الرحمن طيب عيال انا ما اقدر اوقف لان المايك طاح قوموا كلكم على المسرح نغطي ولا لا روحوا بنروح عليكم بس روحوا خليك مشوارك يجلسون احنا ودنا لا لا كلكم كلنا كلكم توزعوا يا جماعه يلا روحوا